أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد مع برنامجكم الأسبوعي برنامج إماراتي كما عودناكم في كل أسبوع نستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات قصة نجاح نشأت في الدولة سعادة محمد عبد الجليل فهيمي سعد مساك مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم بداية إحنا كثير تشرفنا بزيارتنا لكم في إمارة أبو ظبي أسرة فريقنا بتحكي لكم أهلا وسهلا فيكم ضيوف عزيزين علينا وإحنا والسادة المشاهدين حابين نتعرف على مسيرتك التاريخية منذ انطلاقتك من حياتك الدراسية لحياتك العملية صراحة أنا أتشرف بوجودكم معي وأتشرف بهذه المناسبة الطيبة أني أتقابل معكم على التلفزيون فأنا من مواليد العين في أبو ظبي ورجل كنت يعني عايش في على بركة الله في هذيك الأيام سنة في الخمسينات والستينات وكان لي الحظ اني اختاروني انا واخوي الى في سنه 63 يبعثونا الى بريطانيا وكانت هذه يعني تغيير جذري في حياتنا سافرنا الى بريطانيا ودخلنا في المدارس اولا الابتدائيه ومن ثم دخلت كليه واشتغلت في بعدين في بنك البنك العثماني انا ذاك دربت على التجاره وعلى الاعمال التجاريه ورجعت زياره الى أبوظبي في سنه 68 وكان وقتها الشيخ زايد صار هو الحاكم في ابو ظبي في سنه 66 الله يرحمه ورغم اني انا التقيت بالشيخ زايد عده مرات في بريطانيا عندما كان يزور بريطانيا وبينه وبين الوالد مع الشيخ زايد يعني معرفه طيبه وقريبه واعتبره مثل الوالد بالنسبة لي لأنه هو اللي ساعد بأن يبعثنا إلى بريطانيا ولما رجعتني في 68 في صيف 68 كنت على أساس جاي إجازة وبرجع أكمل الدراسة لكن الوالد اختار أني يسلمني أعماله في الوقت اللي هو كان يخدم. الشيخ زايد انذاك، بالنسبة لأبو ظبي في سنة 68 كانت داخلة على تغييرات جذرية، لأن أبو ظبي إلى أن حكمها الشيخ زايد ما كان فيها لا خدمات ولا كان فيها مباني ولا كان فيها بيوت ولا كان فيها يعني كانت قرية اعتبرها قرية سماكين تقريبا لأن لا شوارع ولا مؤسسات ولا خدمات صيادين فقط صيادين فالشيخ زايد كان عنده حلم كانت له نظرة بعيدة قرر أنه يعيد بناء أبو ظبي من الأول من الأساس فابتدأ بالشوارع ومن ثم بنى البيوت وبنى المؤسسات ولأنه استلم الحكم وإدارة الحكومة فيها شخصين فقط لا دوائر ولا مؤسسات ولا فهو ابتدى من الصفر او حتى يمكن من اقل من الصفر انه ياسس هيكل تنظيمي وادارات ومؤسسات يجذب موظفين من كل انحاء الامارات ومن خارج الامارات وكان الوضع في ذلك الوقت صعب جدا علينا نحن كسكان في ابو ظبي الكهرباء ما كان في كهرباء وما كان عند اغلب المواطنين ما عنده بيوت تليق بالسكن فالشيخ زايد يعني عمل مجهود جبار انه يبني هذه البيوت ويوزعها بالمجان على المواطنين عشان يسكنون بالاضافه للشوارع الكهرباء خطوط التلفون وخطوط المياه بنية تحتية كاملة كانت بنية تحتية كاملة هذا طبعا كان يتطلب وقت صحيح وقت طويل لأن يعني ابتدى من الصفر فأنا جيت في وقت يعني كانت أبو ظبي شبه ورشة م. ورشة أعمال ينبنى فيها كل كل شيء بداية النشأة خلينا نحكي بداية النشأة نعم والوالد كان عنده بداية تجارة كان وقتها قبل كان عنده دكان فيه قطع غيار سيارات والمنطقة اللي هو كان فيها كانت قابلة للهدم وإعادة البناء فلازم يعني يبتدي من تقريبا من من الصفر لانه يعني يبني معرض ويبني سكن ويبني مكاتب فطلب مني اني ما ارجع على بريطانيا انما اساعده في عمله. فابتدينا في البدايه ان نعمل في اول شارع بنى في ابو ظبي كان شارع الشيخ حمدان. فبنينا على طرف الشارع معارض مكاتب لتجاره الوالد و... وسلمني اياها كان سني صغير هذيك الايام وما كان عندي اي خبره في التجاره فاستلمت الشغل كان عندنا ثلاثه موظفين محاسب بياع وفراش واستلمت العمل وكان في طلب كبير على كل شيء مم. على قطع الغيار على مواد البناء على الاثاث على على كل الخدمات على السيارات على اي شيء كان في طلب ليش لان البلد ما كان فيها حتى ميناء نشأ بحاجه لكل شيء بدها تكون محتاج لكل شيء آه. اغلب الاشياء كان يجينا عن طريق الب... دبي والباقي كان يجينا عن طريق الدوب اللي هي تنقل البضايع من البواخر في البحر الى السيفة لان ما كان عندنا ميناء فكانت الامور يعني معقده وتبالها ترتيب ف يعني ورشه كل معنى الكلمه وكنا نحن نجتهد يعني نشتغل 18 20 ساعة في اليوم حتى نوفي طلبات الناس واللي أكثر من ذلك كانت الحكومة عندهم طلبات كبيرة يعني مكاتب ومباني وموظفين وسكن للموظفين وسكن لل العمال فكان والمهندسين والمدارس يبنون مدارس يبنون يعني المدارس كل مدرسه تحتاج الى سكن لمدرسينها واداريينها فكان في شغل ليل ونهار صراحه فاستلمت انا الشغل وبديت بالخبره اللي اقدر اللي تعلمتها من الوالد شوي شوي وبقينا في هذا المعرض حوالي خمس سنين وقرروا انه كذلك الشارع هذا يعيدون بناءه ويوسعونه ويهدمون المباني اللي صارت عليه تم الاتحاد وقتها كمان لل تقريبا صار الاتحاد وقتها نعم فالنظره كانت الان اوسع واكبر واشمل بعد الاتحاد بعد الاتحاد لأن كنا الاول مركزين على منطقه واحد. منطقه ابو ظبي انما الان صارت الاتحاد وصارت توسع وصار عندنا نحن عندنا اخذنا وكالات تجاريه ولا بد ان نغطي حسب الاتفاقيه بيننا وبين الشركات المناطق الامارات الثانيه فكذلك لازم نبني معارض ونبني مستودعات وقراجات و... فكان ال... يعني العمل على مثل ما يقولون على قدم وساق ف... الحمد لله توفقنا و... والله ساعدنا بأننا نحن نقوم با... بأعمالنا واللي صراحة كان كذلك بعد يعني يدعمنا وكان هو الشيخ زايد الله يرحمه الله يرحمه لأن الشيخ زايد كان يسألنا كيف ماشي شغلكم؟ شو تسوون؟ شو تعملون؟ كان لأن نحن نحضر مجلسه بشبه يومي فكان دائما ينصحنا ويوجهنا ويسألنا فكان هو داخل في في دورة البناء وفي هندسة وتخطيط ابو ظبي شخصيا لدرجة أن يعني كان يوميا تلاقي المهندسين تلاقي المقاولين تلاقي المدراء شو اول درس تعلمته من الشيخ زايد أرحمه. نعم اول درس تعلمته من الشيخ زايد او في عهد زايد خلينا اول درس تعلمناه ان نحن صحيح أصحاب البلد واللي جونا من الخارج كانوا أكثر منا لأن العدد اللي كان موجود في أبو ظبي سنة الثلاثة وستين كان حوالي ألف وثمانمائة شخص شخص بين رجل وامرأة وطفل عدد سكان بسيط فاللي جونا من بعد ما تولى الشيخ زايد بالالاف فكان دائما يعلمنا ان هذيله الناس اللي اجوا هذيله ضيوفنا ولا بد ان نحن نتعامل معهم على اساس انهم ضيوف صحيح وكان وهذيله الناس جو يساعدونا في بناء المدارس في بناء المؤسسات في في تدريس فلا بد ان يكون لنا يكون عندنا احترام لهم فكنا نعاملهم بطريقة أن هم ناس أو رجال مهندسين لهم نكرمهم ونداري عليهم ونهتم فيهم ونحن أصحاب السكن أو أصحاب البلد إنما هم ضيوفنا فلا بد أن نحن نقوم بواجبهم كضيوف بحكم الصيادين الصياد كريم دائما معروف الصياد فلذلك نحن كنا يعني اللي كانوا موجودين معنا ولا زالوا تعاملنا معهم كأخوة جو هم يبذلون جهدهم وعلمهم وخبرتهم ونحن نكرمهم بالضيافة فتعاملنا معهم على هذه على الأسس والحمد لله يعني إلى اليوم هذا الشعور سائد بيننا وبين كل الوافدين اللي جونا من هذيك الأيام إلى هذا اليوم اللي هم مكانة مخصصة في نفوسنا ولهم معزة خاصة لأنهم هم اللي يعني وقفوا معانا في هذيك الوقت اللي نحن كنا محتاجين لخبرتهم لأن نحن ما كان عندنا خبرة نحن كنا نبني البيت لأول مرة نبني البناية لأول مرة نبني الشارع لأول مرة ما كان عندنا أي خبرة فكنا نعتمد على الخبراء وعلى الخبرة اللي هم جونا فيها من سواء من دول العربية أو من الدول الأجنبية فالحمد لله يعني تكاتفنا وتعاوننا في هذا الشيء أثمر هذه البلد المعطاه اللي اليوم نفتخر بأننا نحن من مواطنين مدرسة زايد اللي تأسست على مبادئ كثيرة أهمها كانت احترام الإنسان واحد 2- الاهتمام في الماضي والحاضر والمستقبل ما قلت الشيخ زايد الله يرحمه اللي ماله حاضر ماله ماضي ماله مستقبل وكان الاهتمام للشيخ زايد في مدينه العين اسمر كمان بالعين بالخضرة زي ما كان يحبها زي ما كان يتمنى وصولها ومقولات كثيره حكاها سمو الشيخ كمان اتمنى ان تصبح العراق مثل بغداد ايام ما كانت بغداد عاصمه الثقافه قدرتوا تمشوا على خطى والدنا الشيخ زايد الله يرحمه وتوصلوا كل هاي الاحلام اللي كان بده اياها ضليتك مهتم بموضوع الماضي والحاضر والمستقبل لدرجه انك انت فضرت لنفسك سنتين كاملات لنرجع بتاريخنا من 1850 لوقت 1996 كيف اجتك هاي الفكره سعادتك والله جتني من الناس اللي سالوني او يجون عندي في المكتب ويسالوني انت بلد جديده وين كنتوا شو تسوون كنتوا وين وصلتوا ال... كيف وصلتوا للمرحلة لل... اللي إحنا الآن نعرفكم بها وين كنتوا ما كنا نسمع عنكم في السابق فهذه الناس كان عندهم فضول يبون يعرفون عن تاريخنا عن, عن بلدنا فلذلك حاولت الاقي صحفي او كاتب يقوم بمهمه الكتابه او التدوين او بدأ جمع المعلومات جمع المعلومات لكن للاسف ما كان حد موجود وانا كنت مشغول في في تجاره الوالد فلما ما لقيت حد يقوم بالعمل قلت ليش ما انا شخصيا اقوم فيه. فرحت ادور على كتب او مراجع ما للاسف ما كانت موجوده. الارشيف البريطاني كان فيه رسائل متبادله بين المعتمد البريطاني في المنطقه وبين وزاره الدوله في بريطانيا. لما قريت بعض من الرسائل كانت فيها مدون بعض المعلومات التاريخية اللي كانت تحدث هذه الأيام فاعتمدت عليها في البداية ولكن بعدين لما وصلت بالتاريخ من إلى حوالي الخمسينات ففي ناس مواطنين معاصرين ابتديت اجلس معاهم واسالهم واخذ افكار وادون بعض الملاحظات اللي هم كانوا يتكلمون عنها معرفتهم اللي هي مثل ما تقول شهود عيان فانا كنت اخذ الفكره واخذ المعلومه من اصحاب الشان اللي هم عاشوها والحمد لله كنت موفق و الكتاب انتهى تقريبا في سنه 96 وتوزع في سنه 90 في 96 والحمد لله يعني الكتاب اليوم بالنسبه ظبي وبالنسبه لعدد سكانه نحن الى الان طبعا حوالي نصف مليون طبعاً ونحن كتاجر أنا ما الكتب هذه ما ما تتوزع ببلاش يعني الواحد يشتريها فالحمد لله يعني الكتب الكتاب توزع اغلبها باللغه الانجليزيه وللسواح وللزوار وللمهتمين بتاريخنا والان يدرس في بعض المدارس في ابو ظبي كذلك وهذا يعني اعتبره بالنسبه لي فخر باني انا قدرت ادون تاريخ بلدنا في مرحله ما كان في حد يقوم بها. الامانه صعبه والامانه في تدوين التاريخ كمان اصعب لانه بدنا نلاقي السورس المناسب ونتاكد من المعلومه. حكيت او سالوك زمان على المعلومه كيف بتتم تدوينها حكيت انا باخذ المعلومه وبتاكد ما بعد المعلومه انها صحيحه او لا مين كان مرجعك في هذاك الوقت الكبار السن اللي كانوا متواجدين واللي كانوا شغالين في التجاره وفي الغوص وفي الـ في البلد وكان من ضمنهم يعني وعلى راسهم صراحه كان الشيخ زايد نفسه لان كنا نحن نجلس في المجلس وهو كان يكلمنا عن مسيرته وعن الاوضاع اللي كانت سائده قبل قبلنا نحن قبل نولد يعني كيف كانت الظروف كيف كانت السياسه وكيف كانت يعني رغم اني انا كنت وقتها صغير لكن كنت اعرف الشيخ شخبوط الله يرحمه الله يرحمه وكنت اروح له في كل عيد اخذ منه العيديه ويعرفني شخصيا وكنت صغير لكن كان يتعرف علي كنا قلال هذيك هذيك الايام وعددنا قليل فكان يعرف تقريبا نحن كنا في ابو ظبي نعرف بعض بالاسم بالاسم تقول محمد تعرفه خليفه تعرف مين ما يحتاج نحط نضيف الاسم الثاني لان احنا عددنا قليل فكنا نتواصل دائما بشكل يومي تقريبا الضيف صار يتعامل زي ابن البلد صح صحيح صح وهذا الشيء ما خلانا نتوقف عن العمل ونشارك الضيوف في اعمالنا ومسيرتنا امتى سعادتك بلشت تنطلق لخارج دولة الامارات لتعمل علاقات مع الناس؟ والله انا يعني كان لي الشرف اني انضم الى غرفة تجارة ابو ظبي وتدرجت بحكم لغتي الانجليزية كذلك كان لي الشرف اني امثل الامارات لمدة 15 سنة ما شاء الله. تقريبا في غرف التجارة العربية الفرنسية فكنا نزور فرنسا تقريبا ثلاثة أو أربع مرات سنويا بحث بعض الأمور اللي تتعلق بتجارة بالتجارة والاقتصاد ويجتمعون فيها الدول العربية في مكان واحد فهذا وسعت آفاقنا وتعلمنا أشياء كثيرة عن الدول العربية نفسها نحن ما كنا أنا ما كنت أجتمع مع الدول العربية في بلدان بينما في فرنسا ممثلين الدول العربية يحضرون الاجتماع فكنا نجلس ونبحث ونتبادل الآراء والإمكانيات فهذا كان يعني بالنسبة لمدرسة والخمسة عشر سنة اللي قضيتها في هذه المجلس كذلك انتخبوني نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة التجارة وكنت أترأس وفود إلى أمريكا إلى الشرق الأقصى إلى أوروبا على مدى الوقت اللي كنت انا فيه نائب للرئيس والحمد لله كذلك يعني قدرنا نفتح افاق جديده واتصالات ونتعرف على شركات وعلى مؤسسات استفدنا من خبرتها واستفدنا من اعمالها في قطاعات النفط قطاعات التجاره والإيران التصدير إعادة التصدير كذلك نعم. الإمارات بعد 1972 صارت تركض بشكل سريع أو تمشي بشكل سريع وهذا الشيء خلانا أنه بدنا نعمل أو نبني لإلنا زي ما حكوا بيسمنت أو نبني لإلنا ناس يكونوا موجودين ثقة ليكونوا موجودين على الكرسي سمو الشيخ راشد الله يرحمه كمان حكى من أصعب شيء أنه نلاقي شخص مناسب للكرسي المناسب كيف كنت تختار مدراءكم أو المدراء في شركتكم والله نحن كنا نختارهم عن طريق شركات متخصصه في يسمونها بالانجليزي ريكروتنج اللي هي توظيف فكنا عن طريق هذه الشركات نختار مدراءنا وكذلك الاشخاص اللي قضوا معانا مده طويله وسنين وكانوا اكتسبوا خبره كنا نرقيهم الى مستوى مدير او نائب مدير او مساعد مدير وبعدين يتحملون المسؤوليه والحمد لله كنا يعني موفقين في كل اعمالنا ومع الاشخاص او الموظفين اللي شغلناهم يعني انا استلمت تجارة أبوي مع كان في ثلاث موظفين لما تقاعدت في سنة 2002 كان عندنا حوالي ثلاثة آلاف موظف وأتعامل مع الموظفين مش كموظفين أو عمال أو إنما أتعامل معهم على أساس أنهم هم أفراد وأعضاء في عائلة الفهيم من ضمن العائلة تعامل معهم بكل ما أقدر عليه أني أوفر لهم كل الإمكانيات والراحة لأني أنا أعتبر كل موظف يعمل معانا هو سفير للشركة عند الغير فالحمد لله يعني في عندنا موظفين لا زالوا على رؤوس عملهم إلى الآن قضوا يمكن حوالي أربعين سنة خمسة وأربعين سنة معانا ولما استقالوا وتقاعدهم أبنائهم حلوا محلهم في العمل فعندنا نوع من التواصل ونوع من التكامل انه هذه الناس يعني خدمونا نحن في التاسيس ولا زالوا اولادهم اللي نحن كذلك ساعدنا في تعليمهم وفي في تدريبهم استلموا الاعمال وشغالين الى الان في الشركه ايش اكثر شيء تعلمته او اخذته من سمو الشيخ شخبوط الله يرحمه والله الشيخ شخبوط رجل مفكر رجل قاري كان يداوم على استماع إلى الأخبار وكان رجل صراحة مثقف تاخذ منه علم مثقف ف كثير تعلمنا منه أولا الصبر والسداد الراي يعني انا اتذكر لما كنت احضر مجلسه دائما يتكلم عن الانسان انه ما يكون عجول يتسرع في اتخاذ قرار ولا يتسرع في عمل عمل بدون ما يفكر فيه لابد ان ياخذ وقته في تفكير ويقتنع ويشاور غيره كنا نحن بالفعل هذا تعلمت من الشيخ شحبوط ان اشاور او استشير اللي اكبر مني واعرف مني في بعض الامور اللي انا حاب اعملها وهذا افادني كثير في حياتي التجاره هي اقدم شيء على الارض صارت التجاره مبنيه على الثقه والثقه مبنيه على شيء اسمه مصداقيه المصداقيه في روحها كثير لو بنحكي بي... فيها بس في شيء اساسي في المصداقيه هي اللي خلينا نحكي الامانه في المرجع او في في الحكي في السورس تبعنا اللي بدنا نجيب منه، كيف قدرت توفرها هاي في الامارات؟ نحن الشعب على نياته و و ونتعامل مع الناس بثقه ما نشك في نوايا الناس فلذلك كنا نتعامل معاهم على اساس انهم هم مثلنا على على نياتنا وعلى صبرنا وعلى بي ويهتمون ب مثل ما نحن نثق فيهم فالحمد لله يعني ما صار بيننا وبين اللي تعاملنا معاه سوء نيه ولا صار بيننا أي خلاف يتطلب محاكم والمشاكل الحمد لله يعني أغلب تقريبا المئوية أو النسبة اللي صار فيها خلاف بيننا وبين شركات أو بين أفراد أو شيء ضئيل لدرجة ما, ي... ما يوصل لواحد بالمئة من جميع الأعمال اللي قمنا فيها سواء في المقاولات أو التوريدات أو المبيعات فيعني يمكن الناس لما شافونا أن نحن ناس صبورين وناس يحترمون كلمتهم كذلك هم صاروا مثلنا وأحسن رحمة الله عليه سمو الشيخ زايد اللي ترك بصمة في كل بلد في العالم في عمل خيري موجود تحت اسم زايد الخير. نحكي على كل دولة في العالم موجودة وأنت كمان كنت تمشي على نفس الخطى موجود في كل الدول عم نشوف الأوسمة من دول مختلفة. الأردن موجودة، تونس، المغرب، ممكن نحكي عن هاي الأوسمة، ليش أخذتو؟ والله نحن الوالد علمنا أن نقوم بخدمات ونقوم بمساعدة المحتاجين. ف قمنا باعمال خيريه في عده دول عربيه واجنبيه بناء على ارشادات ونصيحه الشيخ زايد لانه هو البادي وهو القائد في هذا المجال والدي كان مرافق له دائما فاعمال خيريه الحمد لله من خذناها كمثل اعلى من الشيخ زايد ونحن كملنا كذلك واجب <applause> على اساس واجب عيال زايد واجب عليهم يعملوا زي ما بيعمل والدهم صحيح نحن نعتبر انفسنا عيال زايد ونقوم بكل عمل يرضيه ويرضي رب العالمين يعني وسام الحسين بن طلال هذا ما اخذه ناس كثير في العالم يمكن كانوا يعني يمكن 10 اشخاص او ثمان اشخاص يعني. في العالم اخذوهم انت واحد منهم؟ والدي كان واحد منهم استاذ كريم دائما في الاستمراريه بدنا نضلنا موجودين وبدنا نضلنا في القمه بتذكر سمو الشيخ محمد بن راشد اللي حكى لنا صعب نوصل للرقم واحد بس الاصعب نحافظ على المركز كيف بدك تضلتكم محافظين على مركزكم في العمل؟ نحن الحمد لله آه كنا محظوظين بان نحن نتعامل مع رجال مدراء وعندهم و... خبرة فيها في مجال التجارة م. وبعد ما دخل علينا السوشيال ميديا أو دخل علينا الإنترنت الإنترنت والكمبيوتر كنا من أوائل الناس اللي استعملوه الحمد لله كذلك هذا أفادنا كثير وسهل علينا مهمتنا في هذا المجال بصراحة يعني نحن تعاملنا مع الحكومة كمزودين لبعض الاحتياجات اللي الحكومة تريدها أو تحتاجها وفي نفس الوقت كنا مطورين يعني ان نبني نوفر خدمات للحكومه ولا قطاع النفط فتعلمنا كذلك منهم هم يعني تطور متبادل بيننا وبين الحكومه وبين النفط وما بين زبايننا كذلك فنحن نتعلم منهم ونطبق احسن او افضل الممارسات سعادتك ليش ما كتبت كتاب ثاني آه كتبت بعض الكتب او ساعدت بعض الكتاب في كتاباتهم وفي نشر نشرها واتمنى في يوم من الايام آ... يعني ان الله يعطيني العمر اني بالفعل أ... اكتب كتاب آ... ابحث او مش ابحث انما اتكلم عن التطور اللي صار بعد مرحله البناء الامارات اول دوله عملت الاتحاد قبل الاتحاد الاوروبي خلينا نحكي والاتحاد عمل الامارات او بومينج بشكل كثير سريع اهم فائده كانت الاتحاد ايش بعهد للامارات خلينا الفوائد كثير صحيح صراحه الفوائد اللي كسبناها من وراء الاتحاد كثير وكبيره اولا الاتحاد اليوم الامارات هي من امن بلدان العالم فالحمد لله انتشر عندنا إن الامن صحيح. والامان ثانيا منافسه في التطور في البناء اليوم نحن في الامارات عندنا من افضل الفنادق من افضل المباني من افضل وهذا بسبب المنافسه الداخليه والقرار على الجميع بين الامارات آه ثالثا الطرق عندنا من افضل الطرق في الدول العربيه والسبب أن كذلك منافسة بين الإمارات نفسها خلقوا عمل متطور كل من يضيف عليه شيء ويحسن أكثر فالحمد لله يعني اليوم السياحة في دولة الإمارات تنافس أوروبا صحيح. في عدد السواح اللي يزورونها. أكثر شخص كان مؤثر في حياتك ومؤثر فيك لساعد أو ساهم بشكل كبير في بناء شخصيتك مين؟ والله في كثير أنا من الناس اللي يعني من الناس اللي دائما أتأثر بقدراته وإمكانياته وجهده هو الشيخ محمد بن راشد. على طول بعمره لانه اصر على انه يكون رقم واحد وفي البدايه ما كنا نتوقع انه يوصل لرقم واحد لانه ظروف البلد كانت يعني بلد ناشئه وتحتاج لكثير من التطور والحمد لله وصلنا الى رقم واحد وما عندنا الان منافس في الدول العربيه لا المستحيل أن انزرعت في عقول كل الاماراتيين صحيح اكيد اكيد يعني كلمته وحده وقاد المسيره بصفته حاكم دبي ورئيس وزراء فنحن يعني نعتبره قائد في النهضه العمرانيه في كتاب قصتي حكى لنا سمو الشيخ اول البدايه لما راح سمو الشيخ زايد وسمو الشيخ راشد الله يرحمهم الى الصحراء وكانوا يتنازعوا انه يتنازلوا لبعض انه خذ الرئاسه وخذ الرئاسه ما بينهم، شو تعلمت من هذه القصه او شو نحن ممكن نستفيد من هذه القصه خليه. والله اولا التواضع لأن انا اعرف الشيخ زايد بصفتي عشت معه او عرفت الشيخ زايد في وقتي وكنت اعرف الشيخ راشد الله يرحمه كانوا رجال واثقين من انفسهم وكلمتهم وحدة وصادقين في كلامهم وكانت نياتهم صافية صافية مش بس لأنفسهم وعوائلهم إنما كانوا نياتهم لرعاياهم ولما يقولون يعني المواطنين يتكلموا عن المواطنين ولا عن رعاياهم كانوا بالفعل صادقين وإلا ما في بلد يحكمها شيخ أو حاكم ويفضل غيره على نفسه فلما كانوا يتكلمون عن رئاسة الدولة المجلس الوزراء واللي يتكلمون عن رئاسة الدولة تلاقي الشيخ زايد يقول للشيخ راشد أنت تصير الرئيس ويرد عليه الشيخ راشد لا أفضل أنك أنت تكون الرئيس هذه ديمقراطية مش موجودة في الدول العربية ما في دولة شخص حاكم يعرض الرئاسة على شخص مثل منافس المفروض يكون منافس تلاقيه صفى النية وعرض عليه الرئاسة فهذا من ثقتهم ببعض وثقتهم بالعمل الكبير اللي قايمين فيه تلاقيهم يعني قدموا شعبهم وبلدهم على انفسهم سمو الشيخ زايد الله يرحمه كان يحكي الامارات راح تتكمل بالمحمدين صحيح؟ والله كل من ساهم في بناء الدوله سواء من عيال زايد ولا من عيال راشد قاموا بواجبهم على أحسن وجه وصداقتهم وأخوتهم هذه لها مردود كبير علينا نحن كمواطنين وعلى البلد كدولة الإمارات وللآن الحمد لله ما شفنا منهم إلا الخير الأمن والأمان اللي موجود في الإمارات خلى التجار يجوا على هذه الدولة لأنه رأس المال جبان بدور على الأمن والأمان زي ما بيحكوا الأمن والأمان موجود هون خلى ناس كثير تيجي كمستثمرين أو باحثين عمل بدهم نصيحة من ذوي الخبرة أمثالكم شو بتحكي لهم قبل ما يجوا؟ والله أنا ما أقدر أحكي لهم الآن عن دولة الإمارات لأن دولة الإمارات صارت منار معلم صار معلم ودولة آه. حاضنة آه. للأمن والأمان وللسياحة فلذلك للاستثمار فالحمد لله كل من زارنا واستثمر معانا ما ضل ولا خسر الحمد لله وتسمع وسمعه الامارات في كل انحاء العالم انها دوله مضيافه وهذا اللي تعلمناه في بدايات حياتنا دوله مضيافه وامن وثالثا وجود القوانين والتشريعات تحفظ للمستثمرين حقوقهم هذا كذلك كان يعني له دور كبير في أن المستثمرين يجونا من جنوب جنوب أمريكا ومن شمال أمريكا ومن أوروبا والصين واليابان يستثمرون في بلدنا لأن القوانين وال والهي والبنية التحتية تساعد على الاستثمار لو نحكي عن الفهيم جروب أو الفهيم لوين ماشيين شو شو الخطط المستقبلية لمجموعتكم بشكل عام والله نحن ما عندنا شيء يعني فلكي نحن عندنا وكالات سيارات وخدمات وطول ما نحن قادرين بنقدم هذه المنتج ولل والخدمات للزباين. لو اجتك الفرصه لانه نكتب كتاب ثاني راح يكون ايش عنوانه او راح يكون يتحدث عن شو؟ والله ما فكرت بالعنوان لكن يعني المجال كبير وواسع فلذلك في وقتها ان شاء الله. بدنا نفكر في شيء يعني يرفع الراس اكيد وانت قدها ان شاء الله يا الله يسلمك ختاما بدنا كلمه من سعادتك للامارات شو بتحكي لهم من مكانك؟ اولا يعني اشكر واثني على حكومتنا اللي وقيادتنا اللي الى اليوم قائمين بشي بكل ما تحتاجه البلد من اسس قوانين تشريعات اللي تخلينا نحن كشعب نفتخر قدام الناس وان لنا سمعه طيبه عارف. في الداخل وفي الخارج يعني ان اليوم نحن كاماراتيين نقدر نزور اكثر من 180 دوله بدون تاشيره هذا انجاز, إنجاز عظيم معناته سمعه البلد وسمعه حكامها وحكومتها فوق اي خيال تصوير او تصور او خيال نحن كنا نفكر فيه فاشكرهم واتمنى لهم طول العمر واتمنى لهم الصحه والسعاده والعافيه ونحن هم قدامنا ونحن ماشيين على سيرتهم ان شاء الله الله يحفظكم يا رب شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك مره ثانيه ضيف طيب عزيز اهلا وسهلا حياك وترحبهم